الحمد لله وصلاته وسلامه على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غريزة الإنسان تجنح به في كثير من الأحيان إلى ما لا يرضي الرحمن جل وعلا، وذلك لأنه لم يضبط شهوته وغضبه بضابط العقل والشرع الذين تضبط بهما الغضب والشهوة. لذلك قل من الناس من يصون نفسه عن الحرام ويعفها عن الوقوع فيما لا يرضي الله جل وعلا خوفا من الله وحياء منه، فاستوجبوا بذلك أن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من السبعة المظلين بظل عرش الرحمن رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. منصب وجمال، كل ما يغري عند النساء منصبها أو جمالها، وهي دعته إليها لكنه لم يقدم شهوة نفسه ونزعته الضعيفة الحقيرة على مراقبته لربه سبحانه وتعالى. كانت هناك جارية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كانت حسنة المنظر والوجه، وكان هناك مؤذن يؤذن في المسجد ويمر من عند الجارية وتراه وتلتقي به كونها تقوم بالخدمة في الطريق، فكان كلما لقيها يقول لها يا هذه الجارية والله إني أحبك، ثم تذهب عنه تنصرف لا تبالي به وتمضي إلى حال سبيلها. بعد فترة أخبرت سيدها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إن هذا الرجل يقول لي كلما لقيني كذا، قال إذا قال لك ذلك مرة أخرى فقولي له وأنا أيضا أحبك، فماذا تريد؟ فما يعني ماذا عندك؟ ماذا وراء هذا الكلام؟ إلى أي شيء تريد أن تصل؟ فلما أن جاءها قال لها والله إني لا أحبك، قالت وأنا أحبك، فما ماذا تريد؟ فقال لها لا شيء، تصبرين وأصبر وتعفين وأعف حتى يوفينا أجرنا من يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. نقلت هذا الكلام إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فلما سمع الكلام أعجبه جواب الشاب وأعجبته عفته وأعجبته مروءته، وأن ميل نفسه إلى هذه المرأة لم يحمله على أن يفكر في الحرام أو أن يفكر في معصية الله جل وعلا، فدعاها فزوجها منه وقال مثلك يصلح لأن تتزوج من هذه لأنك امرؤ عفيف. وفي ذلك قالوا تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام، ويبقى الذنب والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار، لا خير في لذة من بعدها النار. صفة عظيمة نأخذ فيها نموذجا من النماذج الكريمة. نموذجنا لهذه الحلقة هو شاب صالح كان يسمى محمدا، وكان يبيع بعض الحاجيات ويبيع الماء ويسقي الناس الماء على طريقة الباعة المتجولين، يتجول من بيت إلى بيت من دار إلى دار يبيع عليهم، وكان وسيم الوجه حسن الشكل. فمر يوما على بيت امرأة يبيعها فاستدرجته إلى داخل الدار، قالت أنا امرأة لوحدي ولا أحد معي في هذا البيت، فادخل إلى الباب من الداخل حتى أعطيك النقود فإني لا أستطيع أن أظهر إلى الخارج، وفتحت الباب فدخل. فلما أن دخل الباب غلقت هي الباب وقالت له والله لا أدعك تخرج من هذا البيت حتى تقضي لي حاجتي، وحاجتها حرام لا أرضاها الله سبحانه وتعالى، إن لم تطع أمري وتسمع كلامي فإني سأصيح في الناس إن هذا الشاب قد دخل علي ويريد أن يفعل بي ويفعل، وسيكون لك من الناس ما يكون. فوقع في اختبار صعب، في موقف عسير، ماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ فسأل المرأة، قال لها أين محل قضاء الحاجة؟ إني لابد إذا أردت أن أقضي لك حاجتك أن أستعد لذلك، فدليني على بيت الماء. دلته على المكان فذهب، فما كان من إيمانه إلا أن فكر في حيلة، حيلة قد لا تخطر على بال أحد غيره. أخذ شيئا من الأوساخ والقاذورات مما يخرج من فضلات الناس فلطخ به جسمه ووسخ به نفسه وملى نفسه من هذه القاذورات، عل هذه المرأة تكرهه فتنبذه. فلما أن خرج عليها وهو هكذا قذر الشكل نتن الرائحة طردته من البيت وقالت له أخرج، ما هذا الفعل الذي فعلت وما الذي صنعت؟ وهو قد خرج فرحان لأنه تخلص من معصية الله سبحانه وتعالى.
ذهب إلى أقرب مكان فطهر نفسه وطيب نفسه. حصل له أمر عجيب، صار هذا الشاب تفوح من عرقه رائحة المسك، كلما مشى كلما تحرك تفوح من عرقه رائحة المسك، يغتسل فلا تذهب رائحة المسك، فبقيت رائحة المسك لا تفارقه أبدا كرامة من الله لما عف به نفسه، حتى صار الناس بعد ذلك يسمونه محمد المسكي، محمد المسكي، محمد المسكي، لما يظهر عليه من رائحة المسكي، رضي الله عنه وأرضاه. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رسالة إلى كل شاب تتأتى له فرصة المعصية فيظن أنه لا يستطيع أن يتحكم في نفسه، بلى، أنت تقدر، تقدر إن فكرت أكثر في مراقبة الله سبحانه وتعالى. لن تعدم الحيلة لكي تتخلص من معصية الله بأي طريقة، بأي أسلوب، بأي شكل، فر عن المعصية، يثبك الله تعالى كرامة في الدنيا وكرامة في الأخرى. فهذا محمد المسكي أثابه الله في الدنيا بأن طيب رائحته، وهو يوم القيامة إن شاء الله تعالى يحشر تحت ظل العرش مع كل رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. اللهم ألحقنا بالصالحين وعصمنا من المعاصي ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.